اذا كنستضفوا اكرام الهداجي صاحبه وربه محل للالبسه بوتيك الاميره اللي غتقدم لنا المشاركه بطبيعه المشاركه ديالها في معرض الجهوي لصناعه التقليديه بالعرايش. مرحبا بكم في المعرض الجهوي بالعرايش. الملابس ديالي انتم كتشوفوا التقليديه اللي هي كاينه جوهره براندا، كاينه جوهره براندا، كاينه قفطان ها هو مبت ومبت بالجوهره، كاينه جلابه هي براندا. مرحبا بكم الناس ديال العرايش. كاينه عاوتاني قفطان حتى هو بالطرز ديال الكمبيوتر، مرحبا بكم. كاينه عاوتاني قفطان ها هو مبت بالجوهره، وهذا قفطان عاوتاني مبت بالليل طرز نعم. اللي كتسال دائما على الجديد ديال من ناحيه الشكل ديال الموضات، واش كدير شي موضه جديده ضروري في اللباس الزيت التقليدي؟ ضروري. شنو الطبيعه اللي كانت اش كتخدم انت بحال هذا من ناحيه الجوهر ولا من ناحيه هذيك الجوهر؟ وكاين هو مخدوم حتى بالصوف من داخل، شوف بومبي بالصوف، شوف شي تقليدي باليد. انتينا واش كتحيي اللباس التقليدي ديال العريش هو انك كتعمل لباس طرز كامل مغربي كامل كديرو؟ مغربي كامل ديما مع الجديد الحمد لله. ومرحبا بكم بوتيك الاميره في مدينه. وبغينا تبين لنا شي لبسه اللي كان عندك عريشيه تبين لنا. طبعا بحال هذا اصلا عريشي، لبسه عريشيه كاينه جلابه هي براندا. مرحبا بك اجي تشوف عريشيه. كاينه القميص ديالها نعم. اذا الرواق كيتوجد في المعرض الجهوي، اللي بغى يزور المعرض. الاخت